مساء الخير، اهلا بيكم. حلقه جديده السادسه، تحيه لكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده. ثلاث نقاط من السماء. يعني امبارح الحقيقه واحنا بنتفرج على ماتش الاهلي وفاركو، اسئله كتيره جدا مرتبطه بحاجات كتيره في المباراه، وانا عارف دايما انه الناس وهي بتتفرج وركز معايا، لانه ماتش امبارح خلى كل الاهلاويه يسالوا او يطرحوا اسئله كتيره جدا، وخصوصا انك انت في خلال شهر تقريبا هتكون بتلعب في دوري الابطال وهتكون بتلعب في كاس العالم. الحقيقه يمكن امبارح طبعا ثلاث نقاط غاليه جدا، الاهم طبعا انك انت احرزتهم، جول براسين، راس سافيو وراس شريف، لكن في النهايه في حاجات كتيره جدا مرتبطه بشكل وباداء الفريق يمكن تكون مسببه قلق لجماهير النادي الاهلي. ولكن لازم تسال نفسك، هل لو كان وفق لعيبه النادي الاهلي في الشوط الاول من خلال الكم الكبير، واعتقد انه ادائنا في الشوط الاول افضل بكتير جدا من الشوط الثاني، وخصوصا واحنا متقدمين وقبل حتى ما عبد القادر يجيب الجون الاول، هل لو نجح مهاجمي الاهلي او لعيبه الاهلي في احراز الكم الكبير او ترجمه الكم الكبير جدا من الفرص، كان وصل بينا الامر في نهايه المباراه لنفس نوع الاسئله؟ ليه بيفتقد اداء الاهلي السرعه؟ ليه بيفتقد اداء الاهلي الابتكار؟ في حاجات كثيره جدا يمكن اتكلمنا عليها، مش الموسم ده بس ومش تحت قياده مارسيل كولر، يمكن اتكررت مع سوارش واتكررت من قبلها مع موسيماني. فكره التصويب من خارج الصندوق، فكره ضرب التكتلات، فكره السرعه والتحرك بدون كوره، فكره، وده يمكن يكون اهم سؤال، ليه الحاله والروح اللي بتحصل بعد ما شباك الاهلي بتستقبل هدف تقدم او هدف تعادل بتتغير؟ وليه شكل الاداء ما بيبقاش من بدايه المباراه بنفس الشكل؟ في اللحظه اللي سجل فيها فاركو هدفه تحول شكل اداء النادي الاهلي جمله وتفصيلا، وشفنا الروح بتعود، وشفنا التركيز، وشفنا الاصرار، وشفنا الرغبه، كل ده اترجم في الملعب لغايه الدقيقه 96 لما نجح شريف في انه يحرز هدف الفوز بالمباراه. السؤال بقى اللي بتساله الناس، ليه ده ما بيبانش او ليه ده ما بيحصلش من الاول؟ على كل الاحوال عندنا كمان اسئله كتيره جدا عن ماتش امبارح، بس